بسم الله الرحمن الرحيم. شربة بيضة بدون لحم، نهدي هذه الوصفة لجميع المبتدئات والمبتدئين، أكيد أيضا لسيتوديون للتلاميذ للطلاب بيان سور، وأيضا الحراقة اللي راهم عايشين بدون أوراق أو سون بابي، واللي راهم بيان سور عايشين وحدهم، ولكل الزوافرة بيان سور، ونهديها أيضا لكل المبتدئات لي جون في، وأيضا للسيدات اللي صرات لهم كيما سعدي أنا، ما فاتني الوقت باش نشري اللحم دوكا وما عنديش طوماطيش، دوك واش ندير؟ سلكي راسك معايا، دخلي نشوف الوصفه وخلي لي في التعليق رايك سيدتي. السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم في قناتكم قناه لوندا ديزا جيمس الحياه. نرحب فيكم اليوم يا البنات، حبيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو. اليوم صرات لي عفسه ماشي شابه، مي بون حبيت نخرج منها سالمه غانمه. دونك اليوم على بالكم حنا في فرنسا عايشين كونفينمون، يعني الحجر يبدا ويغلقوا كلش ابارتير دو 19، يعني على الساعه 7 مساء كل المحلات تغلق. واليوم انا موالفه نكونجلي بيان سور اللحم، كان عندي في الكونجيلاتور، وكنت في حسابي بلي عندي لحم في الكونجيلاتور، دونك حتى فات الحال. وكي جيت باش ندوزن رحت باش ندي كونجلي اللحم، ايبا ما لقيتش اللحم، دونك باش ما نديروش مشاكل، باش ما اونغمونط با لا طونسيون، ما نديروش اضطرابات نفسيه بسيكولوجيه، وباش ما نكونش هناك الحرب العالميه، دونك على جال الحاجه والو، على جال برك اللحم. وهذه الغلطه مني انا، لان علاش انايا جي با بيان فيريفي، دونك ما راحش نبعث الطفله اللي بنتي اللي في عمرها 16 ans dernière minute باش تروح تجري مسكينه اغوش يا دوات، ويا صايمه وفمها يابس، تروح باش دير لا كو باش تروح من يا ربي تجيب معاها هذيك زوج دو مورسو تاع لا فيوند. دونك اليوم قررت اني نبدل كامل لو سيستيم تاع الشربه ونبدل كامل العقليه. واليوم المهم نحتاسو حساء او شريبه بسيطه تاع زوا ولا عادي في بلدي، ماشي زعما الواحد ما عندوش ولا ما فيدوش. الحمد لله الدنيا هانيه، بصح الله غالب كما قلت لكم هنا كونفينمون ابارتير دو 19، يعني على الساعه 7 مساء يغلقوا كامل المحلات، دونك ما كاش كيفاش. وفاتني الوقت باش يعني نشري اللحم وباش باش نشريه وباش نطيبه، دونك سي ترو تار، راني يعني متاخره بالبزاف. الوغ كو جي ديسيدي، يعني سيده وربت البيت تكون دائما مسؤوله وتكون كذلك ذكيه وتعرف كيفاه يعني توصل الافكار تاعها. و فوالا، دونك راحنا رايحه نطيب في شوربه، موالفه نطيب شوربه فريك ولا فداوش، وموالفه بيان سور نطيبها باللحم وكتاويلها. مي اليوم كما قلت لكم راح نديرو شوربه بلا لحم. واش درت فيها؟ درت فيها بصله، دخلت فيها بصله كومبلي كما راكم تشوفوا فيها هذيك البصله، وحبه قرعه، وكذلك زروديه زوج حبات، وشويه نعناع، شويه حشيش الشربه، وشويه كزبر، وتوابل ديت الحمار، شويه فلفل كحل مع راس الحانوت، واي ما درتش الكمون، ما درتش الكمون، راس الحانوت فلفل كحل، راس الحانوت فلفل كحل، الحمار، و فوالا هذا ما كان، وشويه قرفه فوالا، والزيت عينك ميزانك، والحم هذا ما كان. راح ندير فيها شربه خفيفه ظريفه بسيطه جدا تاع زواوله، كي تكوني حاصله راه كيما نقول لك مول التاج ويحتاج، حتى اذا يكون عندك خطرات وين تحصلي، دونك لازم تلقاي لا سوليوشن، هذه هي الانتيليجنس. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا راح نحمس كلش. انا يا البنات الشربه ديالنا راح نحضروها بيضه كيما راكم تشوفوا لي ليغوم اللي راهم داخل او الخضر اللي هي زروديه او الجزر مع القرعه والبطاطا مع الزيت والملح والتوابل. خديت القرفه فلفل كحل وبيان سور راس الحانوت. راكم تشوفوا البصله ما سكرفشتهاش، خليتها كيما راهي باش من بعد نخرج لي ليغوم اللي راهم كامل الخضر بعد ما يطيبوا بيان سور ونرحيهم. فوالا يا البنات راني نحيت لي ليغوم الخضره وميكسيتها في الميكسور، نحاول نحطها داخل المرقه، المرقه في المرقه، يعني لو ميلونج نتاع لي ليغوم ميكسي، نعاود نحطهم داخل الشريبه ديالنا، نغليهم ونحط الحمص كما راكم تشوفوا حاجه سهله، ما فيها حتى
لا غالب حصلت حصلة، لازم نسلك راسي. هلا كما راكم تشوفوا شربة 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 بيضة. يا بنات ها هي الشربة تاعي بعد ما جي فيرسي لو ميلونج ميكسين تاع لي ليغوم اللي هي زروتية وحبة بصلة كاملة مع بيان سور القرعة وزوج حبات بطاطا. مرقت يعني زيت الماء خرجتهم جلزي ميكسين بعد عاودت رجعتهم، من بعد حطيت الحمص وزيت الماء يعني نغطي على كامل، نغطي عليهم كامل بالماء ونعاود نرجعو فوق النار باش يطيب لي، والمرقة بعد قليل ان شاء الله حتى يطيب لي الحمص من بعد نولو. فوالا يا البنات الشوربة ديالي كما راكم تشوفوا، الحمص طاب وما طابش يعني نص طياب. نعطيكم واحد لاستيس، كيما يحبش يطيب لكم اللحم يكون اللحم شارف ولا ما يحبش يطيب لكم ولا وزاد بخيسي ولا ما يطيب لكمش يعني الحمص باش تزربوا تكتيبوا الحاله، عندكم لي فيغشيميك تحطوا له واحد شويه تاع لي فيغشيميك، وهذيك لي فيغشيميك هي راح تغسل لكم الحاله. فوالا سي اون استيس pour accélérer la cuisson. بعد ما حطيت شويه تاع لي فيغشيميك لداخل راه طاب لي الحمص، ودوك نحط عليه بيان سور كيما راكم تشوفوا الفريك. فوالا واحد الباني تاع لا مان الكمشه كيما نقولوا حنايا. فوالا يعني قيس راحة اليد قسمه طميها بيدك هكذاك واحد شويه نتاع واحد الفريك. فوالا ونخلوها على نار بيان سور، لازم نقصلها نحطها على نار مهيله ما طاب لي الفريك بيان سور. دوك جات مرحله نتاع نحضر شويه ماء بيان سور يكون دافي، ونبدا بيان سور نحط واحد المغرفه الى زوج مغارف نتاع الفارينه ونحلحل الفارينه مليح مليح في الماء. فوالا كيما راكم تشوفوا حتى نتحصل على يعني مجاري تاع الفارينه الماء تاع الفارينه. فوالا دونك من بعد باش ما بور ايفيتي بيان سور لي غرومو، فوالا باش ما تتكون ليش هذوك يعني لي بيل هذوك. ومن بعد نسكبها لداخل الشوربه ديالنا. يلا فوالا فرغ محلول الماء تاع الفارينه الجاري داخل الشريبه ديالنا على نار مهيله، ونحرك غير بالعقل باش ما تنخطفناش وما تلصقناش بيان سور. ويلا نروح للمرحله الاخيره. فوالا يا البنات المرحله الاخيره راهي وجدت لنا الشوربه البيضاء ديالنا، حطيتها ديالك كديكور بيان سور حشي شربه من الفوق هكذا باش تمد لنا هذيك الريحه تاع الشريبه. الله الله شربه بيضاء بلا لحم وبلا طوماطيش ما شاء الله. الله الله يا سلام، انا سعيده جدا وفخوره بنفسي اليوم نحتفل. نقولكم صحه فطوركم ان شاء الله تعجبكم الشريبه ديالنا اليوم. على بالكم حصلت على خاطرش ما كانش عندي لحم وكنت متاخره بزاف باش ما نلحقش باش نطيب وباش نمشي نروح نشري، دونك اخترت اني نطيب شريبه بيضاء بلا لحم. فوالا البنات راني فرغت لكم هذا البول نتاع الشريبه بيضاء بلا لحم، جات الله الله ما شاء الله يعني متعه في الذوق. يا سلام يا سلام. فوالا كما راكم تشوفوا جات عاقده الله الله ما شاء الله، راكم شفتوني كيفاش طيبتها. فوالا هذه هي وان شاء الله تعجبكم. واش نقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم، وخليوا لي في التعليق ارائكم والى اللقاء في عدد قادم ان شاء الله.